شكرا لكم مشاهدينا في عدد جديد دائما من بروجرام هاشتاغ ماجازين على قناتكم الجزائريه. وان حلقه بدايه هذا الاسبوع من نفس البروجرام راح تكون سبيسيال اكيد كما دائما عودناكم في هذا البرنامج انه كل عام جديد راح يكون الفنان حاضر معنا اكيد في التقديم كما راكم تشوفوا معايا. زميلتي مريم مساء الخير. ياسمين مساء الخير عليكم، مساء الخير على الضيفه اللي حاضره معنا اليوم، على جمهورنا العزيز اللي راه يتابع فينا. اكيد تتمه لي واش كانت تقول ياسمين انه كل عمل جديد لازم اللي يكون قام به حاضر معنا. في رايكم شنو هو اخر عمل اللي يعني انتج واصدر مؤخرا وراكم تسمعوه بزاف وتشوفوا جوده الفيديو كليب طريقتها في الاداء؟ يلا خموا معنا، نعطيكم شويه ثواني واحد اخرين صوت حتى صوتها حضورها احساسها. شكون هي الفنانه؟ لا مقدمات تعرفتها بلي سميره لوغانيز هي ضيفتنا. سميره مساء الخير عليك. مساء الخير، مساء النور، مرحبا بك معنا. الله اليوم الله يسلمك. ميرسي سميره. راح نبداو اولا او باخر عمل ليك، فيديو كليب لي كامل الجمهور ديالك كان يستنى فيه اون سومان ابخي. قولي لنا، احكي لنا شويه على هذا العمل، كيفاش كان اول مره تصوري فيها كليب وحتى الاغنيه كيفاش كانت؟ كما قلت لكم لا ديرنيير فوا، لا شونسون كانت واجده وكان العمل تاعها ناجح الحمد لله، مي بقى الكليب الحمد لله. دونك لاشفيت ورحت للترك صح. حبيت نصور في تركيا ابخي. جوستومون احنا على بالنا بلي صورتي في تركيا وما لغيتي هذاك. لغيت هذاك التصوير ابخي كي هبط هنا للجزائر. جوست لا سورتي لو كليب تاع سهيله بلاشهاب مع ياسين فوالا ياسين محفوظ. دونك اتصلت بهم و وكما كان الحال تعاملنا كيف السؤال اللي راهو يتسالوه الكل، علاش تلغى العمل اللي كان بدا في تركيا؟ باسكو خمم شويه قلت علاش ما نديروش في الجزائر، علاش ما نديروش في بلادي؟ درت معاه. كان هذا العمل اللي كنت تصوري فيه في تركيا كان مع رفيق الكوستو جو كخوا؟ نو لا 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 مع ناس واحد اخرين. نو علاش يعني ماشي نفس العمل؟ انت قلتي انه بدلت رايي ما نكملش صور في تركيا نصوروا في الجزائر، علاش ماشي نفس التيم بالك اللي خدمتي معاه نفس المخرج؟ لا ماشي نفس المخرج. نو بس عجبني التصوير تاع ياسين، عجبتني الخدمه تاع ياسين محفوظ فرونشمون جي تخو يمي الخدمه ديالو. اه سون ترافاي لي مانيفيك. وين كان تصويره؟ هاتي فازا لا بلاج. يلا مولوتي فازا هذا الكليب. ايه هاتي فازا هاتي فازا. شنو هما بالك النقاط اللي تفهمتي وتشاركتي فيهم انت وهذا المخرج؟ بالك الحاجه اللي ما عيتكمش في الخدمه انت وياسين. ياسين لقيته ساهل بزاف، وليت انا ما تعبتش معاه، مام هو سي نورمالمون ما تعبش معايا. الي انتيليجون ما شاء الله عليه، سي بور سا اللي الخدمه كلش جا ساهل. قولي لنا سميره شحال شد لو كليب هذا لو تورناج ديالو؟ لو تورناج ان جور. دونك اون جورني كملتوا فيها كامل. اكزاكتومون. حتى شفنا احنا لاحظنا احنا استداو لي بيرمي في طريق ذاك النهار. عاودتي جبتيه ولا ما عاودتيش؟ جبتو. نعرفها. سميره حتى شفنا احنا الحال كان ستابل، بداو يقولوا الناس هذا التصوير ديالو الكليب طويل، كانوا يقولوا بتاتر ديباسا اون جورني راح دو تخوا جور، الوغ كو شفنا بلي الحال كان هو نفسه شفنا. كنا نستناو لي جوغ، كنا نحوسوا على الحل يكون شويه شمس وشويه تكون شويه ظل مع شويه ريح مع هنا. سميره نعاودوا نقولوا برك شويه لوليتي بازا لوليتي بازا وراجع المشاهدين. خلونا نتفكروا شويه اون سيمانه بخي. Shining.
وش حراني متوحشة ربي قدرني فراقك مني غلبت وراني ندمانا نستاهل أنا اللي ظالمة نتمنى يفهمني ينسى ويسامحني يسمعنا راني واقفة وحدي مانيش موالفة هو ما مواتي ونصي تاني يسمى نبخي ديت السفري ودرني قلبي ما نصبر شاني كورا جرح لي رفرد علي. يلا بعد ما سمعنا اخر عمل لسميره لوغانيز اون سيمان ابري سميره نزيد شويه نسمع عليك شويه هكا وغنيها لنا اكابيلا نسمعك الجمهور يسمع اكابيلا. مرت روحي دمره وراني قاع مدره سبقني لساني وقلت له انساني غير درع راني واقفه وحدي مانيش موالفه هو ما مواتي ونصي تاني يسمعنا انا بخير. شحال مبروك عليك سمعنا من بعد الكليب هذا وكيفاش راكي بالك تعيشي مع النجاح تاعو؟ شي كونتونت بزاف فرحانه 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 بزاف. يعني سميره كنت تسنايه بزاف؟ ما كنتش نتسنى فيها هكذا نجاح ديالو. قولي لي الانتقادات حتى اللي تلقيتيهم او الاول عمل ليك هذا كاين ناس بزاف انتقدوك سميره كلاخ واش رايك فيهم؟ نورمال عادي. واش من الانتقاد بالك اللي قاسك ولا اللي بقى في بالك ولا شنو هو الاطراء ولا المجامله اللي لقيتيها ولا تعليق مليح وبقى ثاني في بالك؟ كاين انتقادات وكاين بصح في زوج نقدر نتحمل المسؤوليه ديالهم باسكو ما تلقايش كل واحد واش يقول لك واحد يقول حاجه مليحه لازم تكوني نكون واجده على كلش كل كلمه يقولوها نكون واجده عليها مام تكون مليحه ولا ماشي مليحه لا هي الاغنيه تقبلها سميره لازم على كل واحد يكون تحت الاعين انه هو يتقبل كل الاراء نتقبل كل شيء انا الاغنيه يعني. هذه تغنات قبل الكليب قبل ما تتلقي حتى بالفريق العمل كان عندك تصور على طريقه الحكايه اللي راح تكون في الكليب بالك انت كان عندك تصور قبل ما تشوفي هذا لا لا ما كانش عندي دونك هذه كل شيء ياسين محفوظ هو المخرج هو يعني ستوري بورد اللي دارها كنتي موافقه عليها دونك عطيت له لا شونسون تلاقينا كيف كيف سمعتها له دونك انا ايماجيني ديجا ابوبخي واش كنا حابين نديرو سكنا قولي لي في الوسط الفني شكون من اول الفنانين اللي هنؤوك على العمل ديالك؟ كل شيء كامل كامل كاع هنؤوك كل شيء كامل هنؤوني حابين اسماء تاع اول الفنانين اذا كي شافي عليهم كاين كل شيء والله غير كلش كامل كامل الفنانين كامل ما ماشي فنانين دي دي سس سي دي فان لا فامي اوسي الحمد لله بيان سميره يعني كاين واحد الاسم عطاوه لك الجزائريين سميره لوغانيز لا برينسيس دو راي سميره كاين بزاف اللي يقولوا شكون اللي عطى لها هذا الاسم يعني اكيد لي فان ديالك اللي يحبوك كيما عطاو تيتخ الكامل الفن كاين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الموسيقى ولا حتى في التمثيل كل وحده عندها تيتخ ليها كاين بزاف ما تقبلوش هذا اسم لا برينسيس دو راي واش رايك سميره؟
شح نقول لك، انا نشكر الببليك ديالي، نشكر الجمهور ديالي اللي عطاني هذا، اللي دار فيا كونفيونس وعطاني هذا الاسم هذا، نشكره بزاف بزاف. والحمد لله دونك ما درتوش انا وحدي، دونك مون ببليك هو اللي داره لي، الشعب هو اللي داره لي. دونك شوي فيير دو موا، فوالا شوي برينسيس دو راي. الله يبارك فيك، ان شاء الله تقعدي ديما ان شاء الله يا ربي. الله على الثقه كما يقولوا. اباوي سميره نعم، ولي ما حملهاش. ايوا انا نعاود نقول معك، انا كنت عبالي انك كنت حابه بالك يكون لك مشاركات تمثيليه. شفناك في الكليب هذا، يعني ما شاء الله. بصح قبل الكليب هذا نحكوا على شيبوخ، كنت شاركتي معاه وين راه لحق الفيلم السينما؟ لو فيلم بوان زيرو، يسابل بوان زيرو. بيانتو ان شاء الله درت ان تي باساج فيه. الحمد لله عملت، كنت مع ممثلين كبار، إيمان نوال من بيان سور، وكاين تاني رجال، كاين تاني سي كبار كبار ميم لي سون اجي. درت معاهم العالمة تبدا يشوف فيا هكا خلع، قال لي اسمعي انت يا مرا الاولى كتمثلي، قلت له شغل ما بورتون سي لا بروميير فوا ديالي. دونك غريبا راح نشوفوه في قاعة السينما بيانتو ان شاء الله. بيانتو. وما عيطولكش بالك بعدها على كذا عمل ولا حتى تكون عندك مشاركة في شهر رمضان؟ سي يلا على سي، قولي لنا واش كاين ان شاء الله. بيانتو دونك مازال ما رحتش، مازال ما شفتش، دونك بروبوزاو لي، قلت لهم ان شاء الله نجي ونشوف. تكوني حاضرة في رمضان في دور من الأدوار؟ بوتيتخ بوتيتخ ان شاء الله. لكن برك طيحي في كاميرا كاشي سميره. والله هذيك راني خايفه منها. سميره قولي لي، على بالي حكيتي لنا، قلتي لنا ياسين محفوظ بعد ما شتي العمل تاع سهيله بالشاب كان عجبك. قولي لي انت يا كفنانه سبيسياليتي تغني الراي، وهي سهيله بالشاب كان اول تجربه لها في اغنيه الراي، واش رايك في ادائها في اغنيه لك ما نوليش؟ واش نقول لك، في عندها اداء ما شاء الله. انا عجبني الصوت ديالها، الاحساس ديالها، elle chante très très bien. حبت تغني الراي عادي، تقدر تغني الراي باسكو عندها من بال فوا. ما نقدرش بالك نشوفكم في ديو تاع الراي انت وسهيلة. ما نقدرش نشوفكم في عمل مشترك انت. علاش لا؟ افيك بليزير. دائما مع ياسين محفوظ ولا تبدلوا هذه المرة؟ انا جميع انسان فنان عنده من بال فوا. مرحبا. تري بيان. ابخي ليك ابخي هذا الكليب تاع اون سومان ابخي اكيد عزيزي في لي فيو شوية. ليه فيو؟ وي لي ناس تقراي لي كومونتير ولا هكا راه 1 مليون 7. فرحتي لي كان يلحق 1 مليون في التم. الحمد لله والله شوي كونتونت. الحمد لله اون سمان لحق 1 مليون. الحمد لله الببليك ديالي الشعب، الحمد لله يا ربي يعطيهم الصحة. احنا اخر استضافة لي كانت هنا في الجزائرية كنتي بزاف متخوفة انه ديري كليب، قلتي لي انا يا صعيب بزاف باش ندير كليب، والغنية لازم فغيمون نقنع بها، والكلمات واللحن وكذا، باش كنتي بزاف متخوفة من هذا الخطوة. بس كنت متخوف ماشي من الكوتي تاع لا شونسون، لا شونسون خلاص كانت واجده على بالي واش كاين، على بالي لا شونسون كيفاش اديتها. البروبليم كنت نخمم في لو كليب. ابخي الحمد لله ربي، وحتى انه كي انوليتي لو تورناج اللي كان في تركيا، كنت قلتي لي دوكا كي كنا نسمعوا في اون سومان ابخي، قلتي لي باللي ما عجبتنيش خاطرش ما فيهاش احساس مشترك مع الكلمه. اكزاكتومون، حنا كنا في ثلاث عباد عمك وبلاد ما نعرفوهاش، ما عندناش انكيد، ما سي با فاسيل، ماشي كيما باغي، باغي راهي شغل دارنا ماشي مشكل. بصح تركيا سي لازم تعرفي ناسها، لازم تعرفي والله. من بعد الافلام هذوما الجمهور الجزائري كامل ولا حافظ تركيا، عارف تركيا، عارف مواقع التصوير. لو كان جزائري الاولاني اللي تلاقيتيه لتم يوري لك ماشي صعيبك كاع فلايف. اي بصح سابخون دو تون، سابخون دو تون، سابخون دو تون، ماشي في نهار واحد كيما انا في نهار واحد لتمنا كل تعطيله فيها البرد يقتلني البرد. صح، ديجا حنا كنا لونسينا اون فوتو اللي كنتي لابسه فيها مونتو. لا لا بارده بزاف دونك ما تقدر معليش معليش بصح جات في الصواب هذه المره مع ياسين محفوظ. انا كنت متمنيه والحمد لله ربي حقق لي الحلم ديالي. كنت متمنيه البرومي كليب ديالي نديرو في بلادي. الحمد لله يا ابي. فتحت الشهيه تاعك على لي كليب ولا وي خلاص كما تدين تودان؟ وي بوتيتخ، عندي واحده جديده بصح كاينه واحده جديده. الفنان يعتبر سفير في مجاله، يعني انت خيرتي تزاير كاول انطلاقه لاول عمل لك. الحمد لله. يعني انت كنت تشجعي السياحه الجزائريه، وخاصه انه كان في بلاج من لي بلاج تاع الجزائر، الساحل الجزائري.
وحسبوها قالوا لي كاع سامي راه ماشي في الجزائر، هذه في بيروت في لبنان. قلت لهم لا لا هذا في بازا. بالك حنا لانه الفنانين ولا هناك اعلاميين ما سوقناش مليح الصوره تاعنا، ولا علاش زعما ملي كانوا لهم تاع الجزائر قال لك لا هذه سي ليماج سي الخدمه، لازم واحد يكون انتيليجون. هذا واش كان خاصنا حنا في كيما ياسين محفوظ، ما شاء الله اللي انتيليجون اللي جون اون بليس ما شاء الله واش عنده فراس كيفاش يخدم، راهو يناقر لي ليباني ويناقر هذوك لي كليب اللي يخدموهم في الخليج ويخدموهم خير يعني. ايه سي لا ميم ايماج كنت تشوف فيها هكا سي لي كولور اي يعني. سميرة انت تشجعي الموهبة الشابه هذه؟ اوي بيان سور اوي، الله يكثر منهم. سميرة حبيت نسقسيك برك، هذا الكليب كان من مالك الخاص ولا انتاج شركه ولا؟ وي كان من انتاج شركه ولا مالك الخاص؟ انتاج شركه. انتاج شركه. يعني شحال كان التقييم تاعو بالك من ناحيه، خلينا ندخلوا في الارقام والتفاصيل، شحال كان ارقام؟ ما نعطيك حتى رقم. ما نقدرش نقول هذا. لا معدل الكليبات اللي راهي تصور بينك وبين الشركه، لكن بالك خلينا نقولوا ارقام كبيره ولا ارقام متوسطه مقارنه مع انتاجات واحد اخرين؟ مي سان كليب ماشي زعما اللي ما تعبناش فيه، في بلاصه واحده ونا با بوجي. الناس كي تكون زعما يكونوا بزاف معليش نخبوا الاصفار، نعطوا العدد الاول 7 5 بدون اصفار. ما نقدرش نقول، حنا نتكهنوا الاصفار. ما نقدرش نقول سميرة يعني شفنا احنا العمل ديالك كي تقولي ما الثمن ديالو ما كانش كبير بزاف، ولكن شفنا فنانين وحد اخرين راهم يروحوا للخارج ويصوروا كليبات اكبر معيش اكبر من هذه، ولكن الثمن تاعها كبير بزاف مقارنه كانه تيتر تعاملهم مع اكبر مخرجين في الوطن العربي. انا ماذا بيا نتعامل مع انسان مبدع يكون طالع ويكون خير من اللي وعنده كيفاش يقول لك اللي انتيليجون، كيفاش يبدا يحكي لك كيفاش يصور لك الكليب غير هكذا بالهضره خلاص تفهمي كلش. ما نحن نقدر نقولوا انه اون سيمان ابخي عمل جزائري 100% ما ليه ولا بالك يد خفيه اجنبيه. 100% جزائريه. يعني هذا جديد مفيد جديد بيانتو ان شاء الله بالعقل. هذا ما يخرجش لا لا اون سيمان ابخي بالعقل برك مازال شويه ومي واجده راني نوجد فيها. ما كاينش حابه تخرجي كيما راهم يديروا دوكا يخرجوها من دون موسيقى اكابيلا تخرج هكذايا يسمعوا صوت سميره اكابيلا في بلادنا ما تمشيش اكابيلا، تمشي تخرجي اكابيلا يعمرها واحد اخر ويخرجها. يعني انت ضد ما كانش قانون عنه. قانون هذا اللي نورمالمون يكون كاين قانون تاع الغنى الحقوق اكزاكتومون حقوق دوك تسمعي شونسون واحد خرجها يقدر واحد اخر يعاود لها غير الكلام لا ميم ميلودي هي نورمالمون ماشي هكذا. ما كاينش ناوية ديريها اكابيلا؟ بيان سور نديرها باذن الله علاش لا، سي ما شونسون خلاص خرج الدرب خلاص دوكا عندي حقوق خلاص صح جديد ما نقدرش نديرو اكابيلا لازم حتى تخرج في السوق. ما قلتيناش مريم ما قالت تهرب كريستيانو اليوم راهي منا منا اغنية البوم احنا على بالك خلاص اغنية سينجل ان سينجل البوم مازال شوية خايفة بالك سميرة الالبوم ما نخافش تنجح فيه اغنية فقط نو ما نخافش ونشوفوا على طريقة الفيديو كليب هذا السينجل نشوفوا بيان سور باذن الله. دوك شاك شونسون خلاص حبت سميرة دوك راح لك الخوف تاع التمثيل خلاص دوك سي بون نفس الأعمال اللي حابة تتعاملي مع عمل جديد؟ عمل أسماء جديدة حابة تتعاملي معهم ولا دايما بالك؟ لا توجور مع ياسين محفوظ. خلاص تولفتي الخدمة مع سميرة. سهلة الخدمة معاه ما تعيش معاه. اللي انتيليجون ما شاء الله ما شاء الله. أنا من النوع اللي يعطيك أمر طبق ولا يعطيك حرية أنك أنت تبين؟ لا يعطيني ليدي ديالو يقول لي سامي أنا قولي لي أنت تاني واش راكي حابة واش راكي نتبادلوا الأمور كيف كيف الرأي كيف كيف. مي لقيت هو عنده سي فغي نقدر نقول له حاجات اللي فيا أنا حاجات اللي نحبهم، مي في الخدمة في ليماج في كما يقولوا في لو ديزاين كيفاش هو تري بيان هو اللي يعطيني الامر هذاك. تري بيان سميرة احنا لحقنا الفقرة لي ميساج نروح نشوفوا درنا بوست ل
لي ميساج كامل اللي بعتوهم للهاشتاغ ماغازين وليك سبيسيالمون. يلا هنتوما اللي مازال تتابعوا في بروغرام هاشتاغ ماغازين لحقنا الفقره لي ميساج، يلا نشوفوها ونعود نرجعوا نضمن لكم انه سميره مازالت توجور معنا في بلاطو هاشتاغ ماغازين. من رسائل اللي لحقتك يا سميرة؟ كاين نور الفجر اللي تقول لك ألف مبروك، وكاين نور اليقين اللي تقول لك كليب جميل، هل الكليب أقيم في الجزائر؟ أنا أقول لها إيه أنعم. أما وداد ويدادة باريزيانة فقط لك أول كليب حبيته متطور في الجزائر. ياسمين سوريز اللي كتبت لك توب سميرة، وكتبت لك التعليق واحد اخر، سلام ياسمين ومريم يعطيكم الصحه كي زدتوا جبتوا لنا سميره، نحبكم ونقول لسميره الكليب بزاف فور، ونحيي عائله زيدان. اما نوفل كنيشفة كتبت سلام احلى مذيعات في الجزائر، انا نهله من تيبازا نقول سميره كليب بزاف فور اي بون كونتينياسيون بليز، فوتوا لي ميساج ديالي نحبكم بزاف، نقولها نحبك بزاف. Rélisané Capricieux Mortar, Ktev, bonsoir Yasmine et Maria, merci beaucoup pour cette émission. الفيديو كليب تاع سميرة خرج يهبل، سلامي كامل ناس غيليزان ولا فامي بوسدرة. أما نورا اليقين فكتبت ربي يوفقها. سارة كتبت لك سميرة الكليب بزاف شباب ربي يوفقك. أما إغزيد ديدا وفا فكتبت حاجة مليحة. دادي مينوشا كتبت يعطيكم الصحة ياسمين إيه مريم، بوزات مانيفيك بالتوفيق ما شاء الله، ونقول سميرة لوغانيز كليب توب إي بون كونتينياسيون. ألمان يو فكتب سميرة نتائج باينة لأنه انتي ديما فور، انتي ستار بدون منازع. مشاهدنا عاودنا رجعنا لكم، كانوا هادو ما رسائلكم، كان هذا حبكم اللي حسيناه من جهتكم سميرة لوغانيز من خلال الاحرف ديالكم. سميرة واش يعنوا لك هاد لي ميساج اللي كنتي تشوفي فيهم؟ باش نقول لهم سما فريمون توشي، يعطيهم الصحه بزاف بزاف، يعطيهم الصحه. احنا شفناك بعثتي فيديو لي فان ديالك في صفحتك الخاصه وشكرتيهم كامل على الدعم ديالهم. بس كله لو كان ماشي البيبليك ديالي والشعب اللي يحبني، وما رانيش في المستوى اللي راني فيه درك، دونك فوالا ميرسي بوكو. صح كيما سميره راكم تدعموها بحبكم، انا تان رانا ندعمكم من خلال نشر فيديوهاتكم وانتم تغنوا، وين راكم تبعتوها على صفحه برنامج هاشتاغ على الفيسبوك وحتى على الانستغرام. مشاهدنا خلونا نروح نشوفوهم. يكتر خيرك ميرسي بافوليك، حاولت ننساك نعيش بلا بيك، جرحتي لي قلبي بورتو يبغيك لافيريتي يا اختي، مازال نبغيك صعيبة لي ننساك، منكدبش عليك نسيت روحي قاع ونخم فيك وبافولي. ما عادكش حالي ما خممتي فيا، انا امنتك حسبك نيا ما قعديك العشرة وغدرتي فيا، برافو عليك يا 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 برافو عليك. في الشدة لقيتيني وطالبي انتي الامن فيك اظن، غمض عيني انا ما درش حساب كيفك انتي، يا برافو عليك برافو عليك. بنتي يا اختي مازال نبغيك، صعيب انا ننساك بعد ما سمعنا اصواتكم اللي بعتوهم لنا على صفحتنا الخاصه فيسبوك وانستغرام. هذه الحلقه بيان سور ضيفتنا لا برينسيس دو راي، اكيد الاغنيه اللي راح تكون في لي كوفر لحلقه نهار اليوم راح تكون اون سيمين ابري لو ديرني سينجل تاع سميره لوغانيز. نتوما كامل اللي تحبوها وتحبوا الصوت ديالها ما عليكم غير تبعتونا بيان سور لا فيديو ديالكم في الدار مع اصحابكم تتقاسموا معكم هذه الاغنيه. مريم كوفر ياسمين، نكونوا بقاونا دقائق قليله برك باش تخلص الحلقه تاع اليوم، واش تقولنا في نهايتها سميره؟ نقول لكم ميرسي
على الدعوه. يعطيكم الصحه. يسلمك، شرفنا بك. يسلمك، شرف ليا. والبيبليك ديالي يقولوا مازال كاين جديد ان شاء الله، سناوني. وقول لكم ميرسي بوكو على الدعم اللي راكم واقفين معايا فيه. و فوالا هذا ما كان. وسميره ان شاء الله ما تحشمكمش. شكرا. ميرسي بوكو سميره، تشرفنا بك اليوم. مشاهدينا انتم اللي قعدتوا معنا هذا المومون كامل في بروغرامكم اللي تسناوه دائما على قناه الجزائريه، ونقعدوا دائما في دالينا كما دائما عودتونا في التلفاز وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي. تهلاو في روحكم. ريم بزاف بزاف ياسمين، ماشي غير تهلاو في روحتهم لانه ما عندناش زوج منهم. مشاهدينا نهايه الحلقه، سلام.